يعني هذا الإجراء اللي هو من الممكن أن يكون إجراء موضوعيا ومنسجما مع الواقع الموضوع بالفساد كما ذكرت حضرتك قبل قليل. هذا مكمن مهم جدا، وهو مكمن الفساد والتفتيش فيه. كل ما جرى ويجري منذ 20 عاما في العراق، وإذا ذكرت الفواجع سوف لن نتوقف، ينتهي الساعة هذه اللي نتحدث فيها أو الجزء المخصص لنا، ولن ننتهي من الفواجع منذ جسر الأئمة وحتى الحمدانية. كل الفواجع التي جرت هي بسبب الفساد. من ليس بسبب الفساد؟ هل الذين استشهدوا في سبايكر ليس بسبب الفساد؟ الذين قتلوا في بادوش، تصفية عشائر البو نمر والبو فهد في الأنبار ليست بسبب الفساد، الصقلاوية غيرها كلها بسبب الفساد. ولكن المشكلة في أن هذا الكيان رغم أن الحالة الاجتماعية والرأي العام يراكم لديه في عقله الباطن وفي عقليته الداخلية الحنق على هذا الكيان الفاسد والمحصاتي، ولكن هذا الكيان كلما رأى أن هنالك تفجرا لإرادة الشعب يعود ويقمعها مرة أخرى. فإذا نحن أمام استراتيجية واضحة يقومون بها، وهي القسوة من أجل الإخضاع. يعني كلما تفجر صوت الشعب يخضعونه بالقسوة ويقسون على الشعب، كما حدث في انتفاضة تشرين، كما حدثت في الكثير من الانتفاضات، انتفاضة ومظاهرات أصحاب الشهادات العليا، كيف قمعوا وهم يحملون شهادات عليا، والذين يديرون البلد لا يحملون أي شهادة عليا. حتى أنهي هذه المداخلة، أنا أعتقد بسبب الكثير من التراجع، التقدم والتراجع والانكفاء الذي قامت به حكومة السوداني في ملفات كثيرة، من الممكن أيضا أنه حتى إذا تقدمت خطوة باتجاه رأب الصدع في سهل نينوى وفيما حدث في فاجعة الحمدانية، أعتقد بأنها إذا تقدمت سوف تعود خطوة إلى الخلف، كما حدث في المقر المتقدم في كركوك، كما يحدث في التعيينات بالوكالة وغيرها. فلا أعتقد بأننا أمام حالة انسجام حكومي حتى يكون هنالك خطوة إلى الأمام وتستكمل بعدها خطوة أخرى إلى الأمام أيضا. طيب.